كبير قشاع عضو المكتب الوطني للجامعه الوطنيه للتعليم، بالنسبه لقانون الاضراب، ما هي الرساله التي توجهها للعمال والعاملات والمأجورين والمأجورات والموظفين والموظفات ونساء ورجال التعليم وعموم الطبقه العامله بخصوص الخطر المحدق الذي ينتظرهم في حاله ما اذا تم تمرير هذا المخطط بالصيغه المتداوله، خاصه ان هناك من يصفه كفيلم رعب وكابوس خطير سيقضي على المكتسبات ويعجل بتصفيه ما تبقى من الوظيفه العموميه. بالفعل إنه كابوس ورعب. بالنسبة لهذا القانون، ليس قانونا لتنظيم الإضراب بقدر ما هو قانون لتجريم الإضراب، والحكومة مصرة على تمريره خلال الدورة الربيعية من هذه السنة التشريعية. قانون تجريمي، قانون لمصادرة كل الحقوق والحريات، قانون للإجهاز على التنظيم النقابي، قانون يكرس تضييق على الحقوق والحريات. يكفي أن نرى بأن هذا القانون يحرم ويجرم الاعتصامات والتوقيفات وتصل فيه العقوبات إلى 5 ملايين سنتيم، بالإضافة إلى عقوبات سجنية والإحالة على القانون الجنائي. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يقصر ممارسة الإضراب على النقابات الأكثر تمثيلية، يعدم كل التنظيمات وأدوات الدفاع الذاتية للشغيلة التعليمية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه قانون يعرقل ممارسة هذا الحق على المستوى العملي، إذ يشترط 30 يوم من أجل الإشعار بممارسة هذا الإضراب، وبالإضافة إلى ذلك يقر مسطرة للمصالحة ومسطرة للتفاوض دون تدقيق في حيثياتها. أضف إلى ذلك بأنه يقحم المفوضين القضائيين والإدارة كما نعرف أحابيلها وكما نعرف تحايلها، فهي أيضا تستطيع أن تزج بخيرة مناضلي التنظيمات النقابية إلى السجون. زيادة على ذلك، فإن هذا القانون تكبيلي للإضراب، هذا القانون تنظيمي للإضراب 97/15، فإنه يعدم كل ممارسة نقابية، بل يعدم كل التنظيمات النقابية، يلغي الإضرابات الجهوية، يلغي الإضرابات الإقليمية، يلغي الإضرابات المحلية. إنه قانون للسخرة، إنه قانون للعمل الجبري، إنه قانون سيأتي على الأخضر واليابس. لذلك ندعو كل المناضلين والمناضلات، ندعو الشغيلة التعليمية، ندعو شغيلة كل المؤسسات العمومية وإدارة الدولة، ندعو الشغيلة في القطاع الخاص للضغط، للاحتجاج، للتشبيك، لبناء جبهة لمجابهة هذا الغول، هذا الغول الذي سيخرب كل الحقوق والحريات. لا يمكن فصل هذا القانون التجريمي للإضراب عن قانون تخريب أنظمة التقاعد. لذلك فالدولة مصرة على تمرير هذا القانون خلال الدورة الربيعية لكي تحضر الأجواء المثلى للإجهاز على حقنا في التقاعد، للإجهاز على حقنا في الحياة. بالنسبة لهذا القانون، لن تفوتنا الإشارة إلى أنه قانون يمنع الاعتصامات ويمنع الوقفات أيضا، سواء بمداخل المؤسسات التعليمية أو كل مؤسسة معنية بالإضراب. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا القانون أقر جملة من التضييقات على ممارسته من خلال قرن ممارسة هذا الإضراب بضرورة إخبار وزارة التربية الوطنية، وزارة الداخلية، العمال والولاة، كل الإدارات المعنية، ووضع هذه العبارة كل الإدارات المعنية بصيغة مبهمة وتضييقية. بالإضافة إلى ذلك، فإن قرن ممارسة هذا الحق بضرورة استيفاء كل هذه الإجراءات سيضع مجموعة من المكاسب في مهب الريح، وخصوصا كل المكاسب التي حققها الحراك التعليمي المجيد. ما حققه الحراك التعليمي المجيد أصبح في كف عفريت ستعصف به الرياح الهوجاء للمخزن. سيتم إنهاء كل هذه الحقوق وكل المكتسبات، بل أكثر من ذلك سيتم الزحف على الحقوق السابقة وعلى المكتسبات السابقة، لأن هذا القانون يتضمن مقتضى ينص على أن كل اتفاق يلزم الجهة الداعية للإضراب بعدم الإعلان على الإضراب لمدة سنة، بما يعني أنك يمكن أن تنخرط في اتفاق مع الإدارة وتتلكأ في تنفيذه، بل أكثر من ذلك يمكنها أن ترفض تنفيذه، ومع ذلك فأنت ملزم قانونيا بعدم الإعلان عن الإضراب إلى نهاية سنة برمتها.
بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي تقرها في الجموع العامة، وتشترط هذه التمثيلية على مستوى المؤسسة بالنسبة للقطاع الخاص. أما بالنسبة للقطاعات وعلى رأسها قطاع التعليم أو قطاع الصحة أو غيره، فإن الإضرابات لا يمكن أن تعلن إلا إضرابات وطنية. بالإضافة إلى تلك التضييقات التي أشرت إليها سابقا، فلا بأس أن أذكر مرة أخرى بأن إضرابات التعاطف تم جريمها في هذا القانون. الإضرابات السياسية بين مزدوجتين، وحين نقول الإضرابات السياسية فالمقصود بها كل تلك الإضرابات المدافعة على توسيع هامش الحقوق والحريات، بمعنى أن الدولة بإمكانها أن تزحف على كل حقوق والحريات وتمنعك من ممارسة الإضراب، لأنها شرطت ممارسة الإضراب بالمس بالحقوق المباشرة وليس بملف مطلبي للشغيلة، سواء كانت شغيلة القطاع العام أو شغيلة القطاع الخاص. زيادة على ذلك، فإن هذا القانون التكبيلي للإضراب، هذا القانون المجهز على الحق في الإضراب، هذا القانون التجريمي للإضراب، قارن ممارسته في بعض اللحظات بموافقة رئيس الحكومة، بمعنى أن رئيس الحكومة يمكنه أن يلغي لمدة معينة ممارسة هذا الإضراب بتعليله بأزمة وطنية. وما هي الأزمة الوطنية؟ لقد طرقت الهامش مفتوحا له لكي يقرر ما يعنيه بالأزمة أو عدم الأزمة، بمعنى أن رئيس الحكومة يكون حكما ويكون خصما في نفس الآن. لذلك فإننا نحذر وندق ناقوس الخطر وندعو كل الشرفاء، سواء كانت أحزاب سياسية تدافع عن مصالح ومطامح الطبقة العاملة، سواء كانت جمعيات حقوقية، سواء كانت نقابات، لتضافر الجهود. وبهذه المناسبة نستغرب إقحام هذه المركزيات النقابية الثلاث ومشاركتها ومشاطرتها للحكومة في تمرير هذا القانون والتجريم أيضا لحق الإضراب. فما اتفقت عليه في محضر 29 أبريل 2024 يشكل وصمة عار على جبينها، لذلك ينبغي عليها أن تنفض اليد من هذه الاتفاقات المشؤومة وأن تنخرط مع الطبقة العاملة في تحصين حقها هذا الحق الذي حصنته بمئات السنين من الاعتقالات، حصنته أيضا بجوع الأبناء وغير ذلك. يكفي أن نشير بأنه في سنة 1981، وكلنا يعرف هذه الأحداث الدموية، تم التهديد بتمرير هذا القانون التنظيمي للإضراب، لكن القوى الحية والقوى المناضلة والخط النقابي المكافح أرغم الدولة على الانكفاء على ذاتها. إنها تستغل هذه الفرصة التي أصبح فيها ميزان القوى مائلا لجهات المافيا المخزنية من أجل تمرير هذه التعديات والقيام بهذه الغزوات على حقوق الطبقة العاملة المغربية وعموم الشعب المغربي. أيها الشرفاء والشريفات في عموم القطاعات، أيها الشرفاء والشريفات في الوظيفة العمومية، في المؤسسات العمومية، في المقاولات العمومية، في القطاع الخاص، فلنتوحد ولتتوحد جهودنا. وبهذه المناسبة نحيي عاليا المبادرة التي قامت فيها الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، رئة العمل النقابي الشريف في المغرب، من تجميع أو من دعوة لكل التنظيمات النقابية من أجل التشاور في آليات مواجهة ومجابهة هذا المد وهذا العدوان، وهو الذي حقق يوم 5 ماي اجتماعا بمقر الجامعة ضم مجموعة من النقابات ستعلن قريبا عن ندوات وعن خطوات نضالية لمواجهة هذا الغول حتى لا يغرق تيتانيك المغرب في ظلمات الرعب وفي ظلمات الاستبداد.